حبيت ان انا اعمل معاكم المشروب عشان ايه يبقى كل حاجة كده ايه عملي اللي انتوا تشوفوه معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض الكاكاو المحلى اللي بيتباع بره، هنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة تقدري انت تعمليه في بيتك بكل سهولة، وده كده بيبقى مشروب جميل جدا نعمله لأولادنا فيفرحوا بيه يعني. فتابعوني كده ايه حبايبي عشان نشوف مع بعض كده الوصفة هتبقى ايه. مكوناتها سهلة جدا. نعم، واتمنى حبيبتي لو اول مرة تتابعيني فضلا وليس امرا تدعميني كده باللايك والشير واشتراك في القناة، وما تنسيش تفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناة اول باول. لا يلا بينا بقى نبدأ الفيديو كده اهوت ونشوف مع بعض هنحتاج ليه. ها حبايبي معايا كيس فانيليا، هنحتاج منه يعني نص الكيس ده بس. هنحتاج لكيس لبن بودرة، برضو اول كيس دوت بيبقى عبارة عن يعني معلقتين كبار كده فهنحتاجهم. هنحتاج برضو لكيس كريم شانتيه اللي هو المحلى، او لو انت عندك مثلا كريم الشانتيه اللي هو الخام يبقى هنستخدم ممكن تضيفي معاه ايه سكر. هنستخدم برضو الكاكاو وكاكاو خام اهوت، ده كده انا هستخدمه النهارده. يبقى كده ايه هنبدأ. هنا بقى معايا ده كده سكر عشان طبعا اعمل بيه المشروب في الاخر. معايا الكوبايات اهيت، وحاطه ميه في البراد على البوتاجاز لحد ايه ما تغلي كده ايه معايا. هنبدأ اول حاجه اللي انا اجهز البودره اللي انا هعملها. هنقلب كله مع بعضه كده اهوت، وبعد كده تقدري بقى ان انت تحطيه في قلب ايه برطمان، وممكن بقى تزودي الكميه بقى على حسب ايه ما انت عايزه اهيت. هنبدأ ان انا نحطه. طبعا هو الكيس معروف بيبقى عبارة عن معلقتين اهو، معلقتين كبار لبن بودرة اهوت. هنحط ايه معلقتين كبار من الكاكاو. ده كده الكريم شانتيه هاخد منه شوف معلقتين كده ايه كبار. بس كده ولسه فاضل معايا كمان في الكيس ممكن اعمله مرة ايه تانية. هنا بقى ايه ورقة الفانيليا ديت هاخد ايه انا نصها كده مش كلها. رشة بس كده ايه صغيرة. بس كده اهو يبقى كده ايه دي كده المكونات معايا اهيت. هبدأ اللي انا اقلبهم ايه مع بعض. يبقى كده خلص كده ايه معايا. انا على فكرة مش هضيف هنا سكر، انا هخليه كده زي ما هو، وبعد كده لما اجي اعمله يعني هاخد بقى ايه منه واحط في السكر في الكوبايه.
طبعا احنا هنشوف ايه دلوقتي، هقلبه كده كويس وبعد كده ايه نرجع تاني. دلوقتي حبايبي هنبدأ بقى ايه اللي انا اعمل المشروب. يبقى كده انا عملت بودرة الكاكاو المحلى، عملتها في البيت بكل سهولة، اتمنى الطريقة تكون عجبتكم. هنبدأ بقى ايه دلوقتي، هنا معايا الكوبايات ومعايا السكر، هبدأ بقى ان انا احط كده ايه في السكر على ايه يعني 3 معالق كده صغيرين في كل كوباية. وهنا بقى اخد ايه 2 معلقة كده صغيرين برضو في كل كوباية. هبدأ بقى ايه ده، انا اجيب بقى المية اللي انا ايه غليتها حبيت ان انا اعمل معاكم المشروب عشان ايه يبقى كل حاجة كده ايه عملي اللي انتوا تشوفوه معايا. هبدأ بقى انا ايه اقلبه، نقلبه كده ونرجع ما بال ما نكون شحنت التليفون شوية. ده كده حبايبي شكل المشروب. ده كده اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. ده كده الكاكاو باللبن، مشروب جميل جدا وسهل، يعني زي ما شفنا طريقته سهلة جدا ومكوناته بصراحة تحفة وسهلة، تقدري اللي انت تعمليها في البيت بكل سهولة، ممكن تضاعفي الكمية على حسب ما انت عايزة. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وفضلا وليس امرا حبيبتي لو اول مرة تتابعيني تدعميني كده باللايك والشير واشتراك في القناة، وما تنسيش تفعلي الجرس على الكل علشان يوصل لك كل فيديوهاتي اللي بقدمها في القناة اول باول. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حنان الوراقي، قناة متنوعة. ما تنسوش كده اللايك حبايبي عشان اللايك بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو لكل الناس اللي هي تشوفه. منتظر اعرف رأيكم كده في التعليقات لان رأيكم يهمني جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.